الثامنة صباحا في القاهرة، موجز الأخبار، أهلا بكم. جددت المقاتلات السورية غارتها على عدد من مدن وبلدات الغوطة، لا سيما مسرابة وجسرين ودومة، ما أسفر عن مقتل قرابة 15 شخصا وإصابة عشرات آخرين. بتلك الحصيلة ارتفع عدد ضحايا العمليات في الغوطة منذ انطلاقها قبل نحو أسبوعين إلى 957، فضلا عن إصابة أكثر من 4000 آخرين. شنت مقاتلات التحالف العربي غارتين على مواقع التمركز لميليشيا الحوثي في مطار تعز الدولي، ما أسفر عن تدمير آليات عسكرية. كما صدت قوات الجيش هجوما عنيفا لميليشيا الحوثي في محيط القصر الجمهوري ومعسكر التشريفات، تكبدت خلالها خسائر كبيرة. أعلن البيت الأبيض أن الزعيم الصيني شي جين بينغ أبدى تأييده خلال مباحثات هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبقاء العقوبات على كوريا الشمالية. وقد أوضح البيت الأبيض أن الزعيمين ملتزمان بالإبقاء على الضغوط والعقوبات إلى أن تتخذ كوريا الشمالية خطوات ملموسة نحو نزع كامل وقابل للأسلحة النووية. أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل المشتبه به في حادث احتجاز رهائن بدار المحاربين القدامى بكاليفورنيا، والرهائن الثلاث المحتجزون بداخل الدار، حيث وضحت الشرطة أنها عثرت عليهم قتلى بالدار دون أن توضح طبيعة مقتلهم. كانت الشرطة أعلنت في وقت سابق أن مسلحا قام بإطلاق النار داخل الدار. أسماء قنديل وحسين مدين حسين، بعد قليل في صباح إلى ملتقى.